القداسة قدس الأب فرح حجازين كاهن ورعية اللاتين في بلدة رميمين. القداسة الإلهي الذي أقيم في كنيسة ارتفاع الصليب المقدس بمناسبة مرور 50 عاماً على رسامته الكهنوتية. وحضر القداس الأب رياض حجازين والأب بطرس حجازين والأب إيلاريو والدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين. وعدد من الراهبات وجمع من المؤمنين وذوي الكاهن حجازين وأصدقائه من الرعاية التي خدم فيها خلال 50 عاماً. وبهذه المناسبة رفع الأب فرح حجازين الشكر للرب على نعمة الكهنوت، داعيا بالتوفيق لكل الذين وقفوا بجانبه روحيا وماديا. وفي نهاية القداس قدم الأب بطرس حجازين رسالة تهنئة من البابا فرانسيس للكاهن فرح حجازين. أول شيء من كل قلبي شكرا لفريق نورسات، تغلبت وجيتهم من عمان لنقل هذا الاحتفال التكريمي لمجد الله واسم الله قبل ما يكون هو تمجيد للبشر. وهي المناسبة هي مناسبة فعلا فريدة، 50 سنة من الكهنوت في خدمة ربنا وخدمة النفوس، وهذا شرف إنه نكون دائما في خدمة المسيح. ومثل ما ذكرت في القداس إنه بعد 50 سنة 26,000 مرة و19 قمنا فيها بتغيير الخبز والخمر إلى جسد ودم يسوع، فهي نعمة نشكر ربنا عليها، هو اللي عمل معنا هاي العظائم بفضل نعمته. ونتمنى من ربنا أن يكون دائما معنا حتى نستمر هذه المسيرة ونحن في نعمته وخدمته وخدمة النفوس، إلى أن نلتقي في يوم من الأيام معه وجها لوجه مثل ما وعد الأمناء في خدمته بأن يكونوا معه، وأنا سوف آتي لكي تكون حيث أنا أكون. وسعادتنا في أن نكون مع يسوع في الأرض وفي السماء، وشكرا للجميع.